خلف الابتسامة والضوء والزهرة اللي تنتظر بكرة على حافة الشباك. حكاية تتخبى فيها أعتب الأسرار وتكشف عن ظلال جديدة للمدى والنور، تاخذ من ملامحك كل ما فيها، تكبر وتتجذر في روح الحياة. حكاية الحيرة الأطول من عمر الليل والخضرة الأشبه بالربيع في مواسم الرماد، الألم اللي بعمره ما شاف النور، والجناح الأقوى الأرق من طبع النسيم، كلها فصول تشبهك، كلها أنت بكل تجلياتك. كيان. حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من كيان، من قصص العمل والعائلة والفن والأفكار المتميزة راح تكون رحلتنا لهذا الأسبوع. خلكم قريبين وتابعونا. حلقتنا اليوم خفيفة ومميزة، نبدأها بلقاء للحديث عن التوازن بين العمل والحياة، بعدها ندخل عالم الذوق ونتعرف على طرق تنسيق غرفة المعيشة بطابع حديث، وفي محطة أخرى نتناول دراسات حول علاقة النساء بالعلوم. أما في من المحافظات فنلتقي مع نساء من محافظة ظفار، ننتقل بعدها لفقرة من المنزل ونتعلم طريقة عمل مقشر للجسم، ونتعرف في فقرة شعور على أسباب التدمير الذاتي وكيفية التغلب عليه في حياتنا اليومية، وأخيراً نتعلم طريقة سريعة وبسيطة لعمل بذور الشيا بالفواكه والزعفران في فقرة سكر. أهلا من جديد. غالبا ما تكون الحياة المهنية مليئة بالتحديات، مثلها مثل الحياة العائلية والشخصية اللي لها تحدياتها الفريدة والخاصة أيضا. وطبيعة الحال كل شخص فينا يحاول أن يوجد صيغة توازن بين هالجوانب المختلفة في حياته حسب الظروف والمعطيات وحسب اللي يملكه من مهارات شخصية في هذا الجانب أيضا. حتى نقترب من هذا الموضوع، معانا في الاستوديو الكوتش حنان الحارثية، كوتش معتمدة من الاتحاد الدولي للكوتشنج. أهلا وسهلا فيك حنان. أهلا وسهلا فاطمة، شكرا على الاستضافة. شكرا لوجودك بيننا اليوم. بالعكس تشريف والله، متحمسة نتناقش الموضوع. نسمع منك أكيد. حنان، خلينا نتكلم في البداية عن العوامل اللي إما تسهل أو تصاحب التوازن ما بين الحياة العملية والحياة الشخصية والعائلية، إيش تكون عادة؟ العوامل طبعاً من الناحية العملية، إذا كانت هناك مرونة من جهة العمل، كمثال العمل من المنزل أو تقليل ساعات العمل، كمثال دعم مثلاً المرأة العاملة في مواضيع تكملة مثلا مشوار الدراسات الأكاديمية، كل هذا يعني كل هالأنواع من أنواع الدعم تساعد إنه المرأة ممكن توصل للتوازن في مجال مثلا خلنا نقول العمل، فيها مرونة أكثر، فيها تفهم، تسهيل عمليات مثلا السفر أو التنقل إذا كانت مثلا تعمل في منطقة مختلفة.
ومن ناحية ثانية يعني من ناحية الحياتية أتوقع وجود دعم، خلنا نقول كمثال من أفراد الأسرة إذا كانت ما زالت مثلاً بين أهلها، أو من شريك الحياة إذا كانت مثلاً متزوجة. أكيد أيوة مهم. صحيح. حنان، برغم من أن بعض النساء يكونوا عارفين أنهم أدوا كل ما عليهم ومحاولين أنهم يجدوا صيغة أقرب للمثالية للتوازن ما بين حياة العمل وحياة البيت، إلا أن الشعور بالذنب يظل موجود، فهل هو طبيعي أن يكون موجود في هالحالات، وكيف نتعامل معه أيضا؟ أعتقد فاطمة موضوع الوعي الذاتي جدا مهم، يعني المرأة لما تكون فاهمة نفسها بشكل صحيح، عارفة نقاط القوة والنقاط اللي هي محتاجة أنها يعني تقويها، تعرف الأهداف وتعرف رؤيتها وين هي متجهة، هذا الصوت راح يكون أقل. لأن تقريبا لما يكون عندنا هذا النوع من الوعي احنا عندنا كل الأجوبة، كل ما راح تتساءلي بينك وبين نفسك عندك الأجوبة الصحيحة، لذلك الشعور بالذنب راح يقل. يعني كمثال، ليش أنا مثلا اليوم تأخرت مثلا أقضي وقت أطول في العمل؟ ممكن أريد أحسن وضع الوظيفي، أنتظر ترقية معينة، فأنا عندي التحليل أو عندي الأجوبة، لأن زيادة راتبي راح في النهاية يعني يساعدني في تحقيق مثلا أهداف معينة، أهداف مالية مع الأسرة، فأنا لما تكون عندي الأجوبة راح يقل عملية مثلا الإحساس بالذنب أو التقصير. نعم. والعكس صحيح، يعني مثلا لو أنا كنت أستأذن مثلا، خلني أقول أخذ إجازات بشكل متكرر، ممكن لأن عندي طفل في هذه المرحلة، فأنا لازم تكون الأجوبة عندي واضحة، والقطار ما راح يفوتني، يعني قطار الترقيات راح أرجع وأركز وراح أحصل على مثلا الترقية والهدف اللي أنا أصلا حطيته لنفسي. نعم. كمثال. نفهم من كلامك حنان أنه لكل مرحلة في معطيات مختلفة، يعني إذا في طفل جديد، إذا في متطلبات يعني للترقية وما شابه، راح تختلف الأولويات وراح تتبدل، يكون في نوع من المرونة. صحيح. في جانب آخر، أحيانا يعني في بيئة العمل يكون في نوع من الضغط لتلبية أو تحقيق أهداف معينة، هنا يمكن لازم نرجع شوي لأولوياتنا المختلفة كأشخاص، يعني ربما أنا مساحة العمل في حياتي غير عن مساحة العمل في حياة امرأة أخرى. صحيح. خبرنا شوي عن هالنقطة أكثر. بالنسبة لل تحديد خلق التوازن لكل منا عنده، أرجع أذكر هذه النقطة لأن أنا أعتبرها مهمة جدا، وجود الوعي ومعرفة الرؤية. فإحنا مثلا دائما ندعو العملاء من خلال جلسات الكوتشنج أنه ضروري أنك تعرف إيش هي قيمك، لأن من خلال القيم أنت تبدأ تختار كيف راح تعيش حياتك، ومن هنا نخلق التوازن، لأنه عملية أنك تعيش قيمك ويعني نوعا ما ترسم هذا التوازن راح يجلب الكثير من السعادة. كمثال ممكن فاطمة، أنا الرياضة عندي مهمة جدا، قد تكون مهمة عندك بس مش بنفس الدرجة، فأنا ممكن الرياضة لازم تكون يوميا في حياتي، أنت ممكن قد تكون مرة في الأسبوع وتشعري بالسعادة والامتنان يعني لهذه الدرجة من الإنجاز، فإحنا مختلفين، لذلك عملية المقارنة غير عادلة، لأن مساحة الوقت اللي أنا راح أعطيها مثلا للرياضة بتكون غير مساحتك أنت وهكذا. صحيح. أيوة، لأن أولوياتنا تختلف، قيمنا تختلف، ويمكن أنا يعني فاطمة كثير سألت العديد من النساء في كثير من الورشات، أنت أين تشعرين بالتوازن، أو ما هي علامات أنك أنت مثلا متوازنة أصلا في حياتك؟ فكانت الإجابات أنه أنا لما أشعر بالراحة داخليا أنا أشعر أني متوازنة. ما العكس، نفس ما نسمع دائما. أيوة. لما يتحقق شيء برا أنا بحس بالتوازن. أيوة، هو داخليا، فموضوع التوازن الداخلي هو لما الإنسان فعلا يعيش قيمه. يعني هذه من أهم عناصر يعني. نعم. السعادة والاستقرار
وفعلا قد تكون ممكن 3 عناصر عندك أنت وقد تكون 10 عناصر عندي أنا. صح، حتى أيوة. في هذا الاختلاف. أيوة. يعني ذكرتين أن مسألة تحديد القيم أساسية عندك لكل المراجعين في الجلسات. فعلا. أيضا من خلال هاي الخبرة أكيد أنه في تحديات معينة تكون مثلا في بداية الوظيفة. أيوة. وفي تحديات أخرى حتى من الناحية النفسية بعد سنوات من العمل. أيوة. إيش اللي لاحظتي؟ إيش أهم هاي التحديات عند المراجعين؟ حلو. أهم يعني أتوقع أنه أهم، أشكرك كثير على هذا النقطة، أهم التحديات في بداية العمل أظن أنه الكل يتذمر من عدم وجود الوقت الكافي. فالكل يركز كثير، يعطي العمل أكثر من اللازم، بحيث أنه يريد يثبت ذاته ويريد يترك صورة جيدة عند فعلا الإدارة. ويطمح أنه خلنا نقول للمناصب الإدارية العليا، أكيد. فيكون في كثير من الالتزام والاجتهاد وقضاء وقت أطول. والعكس يصير بعد فترة، إن أن أشعر بالملل، تنقصني السعادة، ممكن أنا وصلت، قد أكون وصلت للي أنا طمحت له، بس بتلاحظي أنه معظم الأفراد غير سعيدين، لا يوجد اكتفاء أو رضا، خلنا نقول رضا داخلي. وأنا دائما أذكر هذا النقطة اللي نفتقر فيه، أنه عدم وجود هوايات. فليس من العدل أن يكون فقط تركيزنا وكل أحلامنا متركزة في الجانب العملي. فأنا دائما أدعو العملاء أنه يعني وجودي في العمل مش هو المكان اللي راح يحقق أحلامي، ممكن هذا وظيفة أنا موجودة فيها وأخدم فيها بلدي، بس أنا ممكن عندي حلم ثاني. فمش من المفترض أن أنا أربط حلمي بوظيفتي. فهنا نرجع لعملية التوازن اللي هي المطلوبة، أن أنت ركز، نظم وقتك يعني، و يعني النقطة اللي أريد أذكرها أنه وجودك في العمل فترة أطول ما يعني أنك أنت يعني راح تخسر أشياء ثانية، ممكن تكسب المنصب اللي أنت تبغاه، بس وزع وقتك بشكل صحيح، لأنه ممكن يكون في استثمار في نفسك كقراءة كاطلاع. جميل. ممكن يكون في استثمار مالي، ممكن يكون الرياضة، الصحة النفسية. فأنت لما توصل وتكون يعني خلاص متعب ويعني كلها طاقة سلبية، فمعناته ما راح تكون فعال أو داعم في المنصب اللي أنت موجود فيه. عملية التوازن مطلوبة. لما يعني تكون هالاهتمامات الجانبية أصلاً موجودة، التوقعات من العمل والمردود اللي يجينا من العمل راح تكون واقعية هالتوقعات، وحتى لو ما تمشي الأمور بطريقة مثالية بيكون في تعويض في مكان آخر. أيوة 100% أتفق معك. ويمكن أكثر نقطة مهمة أن أنت دائماً طاقتك إيجابية، لأن سقف توقعاتك يعني واقعية. أيوة، لأنه أنا ما قضيت وقت أطول، أنا متزن فعلا، أعطي جميل. للعائلة وأعطي لنفسي وأعطي أيضا يعني الوظيفة اللي أنا ملتزم فيها. شكرا جزيلا لك حنان على لمسة التوازن هذه اللي غمرتينا فيها اليوم. شكرا. ونشوفك إن شاء الله في المناسبات قادمة. شكرا كثير. شكرا. فاطمة، تشريف لي.
أحياناً تتلقى الفتيات والنساء رسالة مفادها إن مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات غير مخصصة لهن، لكن لأي مدى هذا صحيح؟ حسب دراسة نشرت في مجلة Science of Learning، قام الباحثين فيها بقياس نشاط الدماغ عند الأطفال في الأعمار بين 3 و10 للمقارنة بين قدرات الذكور والإناث في الرياضيات، ووجدوا أن الاختلاف غير موجود. ولكن في دراسة نشرت عام 2011 تذكر أن الفتيات بحلول عمر 11 إلى 12 أظهرن انخفاض في الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، خاصة في الموضوعات اللي يسيطر عليها الفتيان. في هذا العمر يرتبط تقييم الأطفال لقدراتهم الخاصة بكيفية تفكيرهم في المهن المستقبلية. إذا كانت القدرات متساوية في مرحلة الطفولة، هل هذا يعني أن في تأثير للبيئة والمجتمع على نمو القدرات؟ وهل يلتقط الأطفال الإشارات اللاواعية من المعلمين والأسر حول التوقعات المرتبطة بقدراتهم؟ هذا وارد. حسب دراسة للدكتورة كاثرين كوفمان، تتجنب كثير من النساء وظائف معينة بسبب عدم الثقة في قدرتهن على المنافسة، واللي هي في الغالب وظائف تتعلق بالعلوم والرياضيات والتكنولوجيا. عدم الثقة بحد ذاته ممكن يؤدي لخسارة فرص هائلة للتقدم في هالمجالات بالرغم من وجود الذكاء والمهارة الكافية. صقل الثقة يكون بوجود نماذج قريبة تمثل قدوة، المعلمة والأم وغيرهن من النساء المؤثرات، بالإضافة للتخلي أصلاً عن الفكرة غير الدقيقة عن تفاوت الجنسين في القدرات المعرفية. تحية بلون الخضرة نبعثها لكم مشاهدينا من هنا من محافظة ظفار. هالمرة رح نتعرف على تجارب النساء في ملامح مختلفة من بينها الأزياء والحرف والموسيقى، والبداية رح تكون من مركز مرباط للصناعات الحرفية. تابعونا. فهما شفنا أعمال حرفية كثيرة يشتغلوا عليها النساء هنا في المركز، من بينها صناعة السعفيات، صناعة العطور، التطريز بأنواع المختلفة سواء الكميم أو الشماغات، وأيضا صناعة المجامر اللي هي تعتبر من الحرف الأهم خصوصا هنا في محافظة ظفار. وبحكم العلاقة أيضا القديمة ما بين ظفار واللبان والبخور، خلينا نبدأ بالمجمر الظفاري. إيش اللي يميزه بالذات؟ قبل كل شيء ميزاته أنه يصنع بإيد حرفية غير تدخل أي آلات أو أي ابتكارات فيه، مثل ما هو المجمر القديم هو حتى موجود حاليا. ثانيا بيتميز بالنقوشات المميزة، وثالثا يتميز بالألوان اللي يتلون فيه. خبريني شوية تفاصيل أكثر عن النقوش والألوان الخاصة بالمجامر الظفارية. زمان أو ما زال هذا الشيء حتى الحين، الألوان اللي هي نقول لهم في المجمر سيد الألوان اللي هو الأبيض والأحمر والأخضر، فزالت هذه الألوان موجودة ومطلوبة حتى يومك هذا. ألوان العلم. أيوة ألوان العلم. وفي ألوان ثانية اللي هي الأزرق والأخضر، أزرق وأخضر وأصفر، هذه نفس الشيء ألوان قديمة وما زالت حتى الحين، وما يحلى المجمر اللي بهذه الألوان. أما بالنسبة للنقوشات فكان موجود اللي هي العيدان، نقول لهم نحن عيدان، ألوان شخوط ملونة أحمر أخضر وأبيض، وفي نقوش ثانية اللي هي مربعات أو مثلثات، وفي من يحط على المجمر الكبير رسمة السفينة فيها شراع وهذه الأشياء، يعني طابع خاص كذا من نفوسهم يحبوا يحطوا هذه الأشياء موجودة عندهم مثل السفينة وهذه الأشياء.
يعني مثل ما المجامر لها كذا خطوط وألوان مميزة وخاصة بمحافظة ظفار، أيضا التطريز على الأثواب يعني في شيء يدوي أكيد وفي خيوط معينة مستخدمة، خبرينا شوي أكثر عن هالتفاصيل. المخدة هذه تعتبر قطعة كاملة، يحط عليها هذه الأشياء اللي هي مربعات مثلثات يخيطوا، وبعدين يحطوا هذه نقولهم سناجيف. هذا قماش مش خيط، هذا قماش. وبعدين هذا نفس الشيء الأبيض نقوله مقرضات، يكون مربع وبعدين تتخيط مثلث، وهذه بتصنع باليد. أيوة أكيد الشغل عليها ياخذ وقت بما أنها يعني أكيد أيوة دقيقة دقيقة جدا. حتى هذه سناجي في نفس الشيء كله باليد يتخط، ماشي ماكينة. أما بالنسبة للثوب الظفاري، هذا الحين الثوب الظفاري، هذه نسميها، هذه زمان يحطونها على الثوب التلخيط على ثوب الصبيغة. أيوة ويخيط. إيش هو ثوب الصبيغة؟ اللي هو الثوب اللي فيه نيل، الصبغة اللي يلبسونه في الجبل وهذه الأشياء. أيوة فيخيطوا عليه هذه الأشياء الخياطة، سناجيف ملونة أحمر حول الرقبة. زمان كان يحط عليهم فضة وكذا يقولون له نجوم، يكون غير عن التطريز هذا، وهذا يعتبر تطريز بالخيوط وكذا ملون. فهذا المركز نحن نعتبره كبيت حرفي شامل، انه يشمل خياطة الكم العمانية ويشمل خياطة الشماق الأول مصر ظفاري، ان كان خياطة وان كانت صبغة القماش نفسه، ويشمل السعفيات، ويشمل الفخار اللي هو مثل الفخار والخزف والقوالب والدولاب، وعندنا ايضا عطور وبخور. ونحن دائما نحب نشجع التراث ونشجع الطلاب، حتى نحن نسوي دورات للاطفال البنات ثانويه اعدادي ابتدائي، نعلمهم الفخار، نعلمهم الخياطه، نعلمهم هذه الاشياء عشان نتمسكوا بتراثهم. يعني ما في أجمل من أنه هذا الإرث يستمر عن طريقكم وعن طريق هالجهود المستمرة لتعليم الأجيال الجديدة. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في كل جهودكم الحالية وللمزيد من التقدم بإذن الله. شكرا على استقبالنا اليوم هنا. عفوا. الله يسلمك يا رب. اليوم راح أعمل معاكم مقشر بالسكر اسمه مقشر صلب. في البداية راح نحتاج إلى نوعين من الزيوت، زيت قوام ثقيل مثل زيت جوز الهند، وزيت خفيف ناقل. عندنا ثلاث أنواع من الشموع: شمع النحل، شمع مستحلب، وحمض الشمع. هذا الطور الأول ونسميه الطور الساخن. نجي على الطور الثاني اللي هو الطور البارد. عندنا المادة الحافظة زيت عطري برائحة الفواكه، والمادة المقشرة اللي هو السكر الناعم وألوان المايكا. نضيف مكونات الطور الساخن اللي هي الزيوت والشموع. زيت جوز الهند معروف بتنظيف العالي، والشموع تعمل على استحلاب المقشر في الماء وقت الاستخدام وتعطينا إحساس النعومة والترطيب وقت الاستخدام. نضيف مكونات الطور الساخن وندخلها الميكرويف عشان تذوب المكونات ونتركها لحد ما تبرد وتتماسك. نجي هنا على الطور البارد، نضيف المكونات اللي هو المادة الحافظة والزيت العطري والسكر. من بعد ذلك نقسم الخليط إلى ثلاث أقسام ونحط ألوان المايكا المخصصة للمقشرات وندمجها، بعدين نحطها في العلبة بشكل طبقات، وتحط الصدفة آخر شيء لأنها تستخدم كملعقة للمقشر. طبعا من المعروف أن المقشرات تساعد على حل مشكلة الشعر تحت الجلد وإزالة التصبغات وتوحيد لون الجسم.
أنصح باستخدام المقشرات 3 مرات في الأسبوع. يمكن أغلبنا مر بواحدة من هالتجارب على الأقل، إن نشترك في صالة ألعاب رياضية وبعدها بفترة قصيرة نتوقف عن التمرين، أو التخطيط لبدء مهمة في وقت مبكر وبعد ذلك نأجلها لآخر لحظة. ممكن تسأل نفسك ليش تستمر بهذا الفعل دام إنه ما في مصلحتك أبدا. خلينا نبدأ بتوضيح المسألة. إذا كنت تشعر أنك محاصر بأنماط متكررة من السلوك وتكون هالسلوكيات معيقة لك عن تحقيق أهدافك والتقدم في حياتك بشكل عام، فممكن تكون تعاني من التدمير الذاتي. في بعض الأحيان نكون واعيين بوجود سلوك التدمير الذاتي لما نماطل في مهمة معينة على سبيل المثال، أو نعطي وعود ونعجز عن الالتزام فيها، ولكن في أحيان أخرى يكون التدمير الذاتي أقل وضوحا، مثل لما تخلق مسافة بينك وبين شخص عزيز عليك بعد فترة من الانسجام. يصير هذا بسبب خوفك اللاواعي من الخذلان أو خيبة الأمل، لكن المشكلة هي أنك ممكن تخرب هالعلاقة بسلوكك هذا تحديداً، هذا حتى لو كانت احتمالية نجاحها واستمرارها عالية. خلونا نتعرف الآن على بعض الخطوات اللي تساعدنا على تجنب سلوك التدمير الذاتي والتقليل منه مع الوقت. أولاً، التعرف على الأسباب الجذرية للمشكلة. هل كنت في الماضي معرض لمواقف تم فيها إحباط جهودك والتقليل من قيمة أي شيء تسويه؟ هل سلوكيات التدمير الذاتي تظهر عندك لما تكون على وشك النجاح تقريبا؟ ربما يكون جذر المشكلة من الطفولة. بعض الآباء والأمهات على سبيل المثال يخافون على أبنائهم من الإحباط، وبالتالي يحذرونهم من بناء أحلام وتطلعات كبيرة. هذا يولد مع الوقت تجنب لا شعوري للتطلعات الكبيرة وشعور بعدم الاستحقاق لها. ثانيا، التوقف عن المماطلة والتأجيل. يمكن من الأسهل بالنسبة لك أنك تماطل على أنك تسعى باتجاه هدف سمعت مرارا وتكرارا أنك صعب توصل له، لذلك تستمر بالمماطلة كنوع من الانتقام من الذات بشكل لا شعوري طبعا. هذا بالإضافة لعوامل أخرى تلعب دور مهم، مثل كثرة المشتتات وتأثير الأقران أو العوامل الاجتماعية بشكل عام. هذا إلى جانب ضعف مهارات تنظيم المشاعر والتعامل معها. ثالثاً، التوقف عن التركيز على الصورة الكبيرة وحدها. على سبيل المثال، لما تقرر أنك تهتم بصحتك أكثر وتفوت مواعيد النادي الرياضي لأسبوع، هذا ما يعني الاستسلام تماماً، بإمكانك البدء من جديد حتى بعد التوقف. من الممكن إجراء تغييرات تدريجية صغيرة في كل مرة حتى يسهل الالتزام فيها. رابعاً، التوقف عن التفكير المثالي. الأشخاص اللي يميلون للتدمير الذاتي غالبا ما يكونون ميالين للكمال وحريصين عليه، يفكرون في كل التفاصيل لدرجة مجهدة تخليهم يستسلمون من شدة الإجهاد في بعض الأحيان. الأجدى أن الهدف يكون تحقيق أفضل ما هو متاح ممكن حسب إمكاناتك الحالية بدل السعي للكمال. هذا راح يسهل أيضا الشعور بالامتنان لكل خطوة نتقدم فيها على الطريق للهدف. وأخيرا، نحتاج نتذكر أن تغيير نمط التدمير الذاتي يحتاج لبعض الوقت، ويحتاج أيضا لدرجة من التأني والتعاطف مع الذات، خصوصا لما نرجع نغلط ونكرر بعض السلوكيات من غير قصد. دمتم بخير. بذور الشيا بالفواكه والزعفران. المقادير: نص كوب شيا، علبة قشطة، نصف حليب مركز، 3 أكواب حليب، زعفران. فواكه: مانجو، فراولة، توت أزرق، توت أحمر وأسود، شرائح فستق للتزيين. في وعاء نصب الحليب ونضيف عليه الشيا ونخلطهم مع بعض.
نضيف المانجو ومنقوع الزعفران، ثم نضيف القشطة والحليب المركز، وبعدها نضيف باقي الفواكه ونخلطهم بشكل خفيف، نضعه في كاسات ونزينه بالمكسرات والفواكه. يقدم بارد وبالعافية. مشاهدينا، انتهت حلقتنا لهذا الأسبوع واللي قدمناها لكم من خليج مسقط. انتظرونا في حلقة أخرى الأسبوع المقبل، وإلى ذاك الوقت لا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى منصة عين. في أمان الله.